أقوام من الأوراق وموظفون أمام شاشات الكمبيوتر، وآخرون منهم يكون بتغييد الأسماء في السجلات الورقية أمام زحام المواطنين الباحثين عن هوياتهم الشخصية بمركز الإصدار الآلي في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. صح، الأحوال المدنية أنا من شهر 1 تاريخ 10 جيت غطاء بطاقة، والبطاقة للآن عني ما استلمتها، والآن جيت بستلمها يقولوا لي 500. قلنا لهم حق ايش؟ قالوا حق الحبر، حق ندري منو. طيب قلنا لهم كيف شليتوا مننا 3500 حق البطاقة، ودقيقة ذي قال لك خرج لك ورق يقول لك 500. تزايد أعداد المعاملات المتراكمة للطالبين استخراج الهوية الشخصية، سببها حسب العاملين انعدام المواد القرطاسية ومواد الطباعة الآلية. نعاني من في فرع زنجبار من عدم وجود الأثاث والمواد القرطاسية، نعاني من عدم وجود مكتب واسع يستوعب المواطنين. ورغم تجاوز هذه المشكلة جزئيا، لكن فرض رسوم إضافية على المواطنين للمساهمة في توفير ثمن تلك المواد جعل الاستياء يبدو واضحا على وجوه أرهقها تعب الانتظار. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.